جديدو رياضة أونلايف، أهلا بكم. أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن ناديه لم يتلقى أي مخاطبات رسمية بشأن عدد الجماهير في بطولة الكأس، مشيرا إلى أن الاحتفالات بالتتويج بالدوري ستنطلق في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري. قال مرجان أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء سيصل خلال أيام إلى أبو ظبي بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا، مؤكدا أن بيبو في صحة جيدة حاليا وسيعود إلى القاهرة قريبا. وأوضح المدير التنفيذي للأهلي أنه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ستكون هناك عدة احتفالات في الأهلي، ومن بينها التتويج ببطولة الدوري للمرة الأربعين في تاريخه. يرى حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أنه لا يحق لأي شخص سؤاله عن كيفية تأهيل لاعب الفريق مروان محسن ولا حتى الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب. وفي سياق متصل أضاف البدري أنه بعث برسالة توصية لبعض أعضاء الجهاز الفني بضرورة ضم عمرو السولية لاعب وسط الفريق حبا في مصر على حد تعبيره، واضحا أن الرأي الأول والأخير للمدرب الأرجنتيني. تطرق البدري في حديثه لإمكانية تدريبه لمنتخب مصر قائلا أنه يتمنى في أن يحدث ذلك بالفعل في يوم ما، ومؤكدا أن الأهلي لن يعارض ذلك بالطبع. قال محمد صلاح المدير الفني لفريق نجوم المستقبل أنه لم يحسم موافقته بعد من تدريب الزمالك، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قال أنه سيعقد جلسة مع المدرب الذي قاد فريقه مؤخرا للصعود للدوري الممتاز لحسم موقفه من تدريب الفريق. وكد صلاح الذي عمل في الزمالك أكثر من مرة فيما سبق سواء كمدير فني أو كمدرب عام أنه لم يحسم قراره بعد بترك فريقه من أجل العودة للزمالك. كانت تقارير قد أشارت إلى رفض صلاح العمل كمدرب عام في الزمالك وتصميمه على تولي مهام الرجال الأول أو الرجل الأول داخل الجهاز الفني للفريق الأبيض. قال خالد جلال المدير الفني للزمالك بأن فريقه أهدر فرصة تحقيق فوز كبير أمام المقاولون بالدوري بعد إهدار العديد من الفرص، كما اتهم التحكيم بالتحامل على الأبيض. أكد جلال أن الزمالك لعب مباراة جيدة فنيا وأضاع أهدافا عديدة لا سيما في الشوط الأول، مؤكدا أن ثنائي هجوم الفريق سونجو ونانا بوكو أضاعوا العديد من الفرص السهلة. اختتم جلال بأنه يحاول معالجة اللاعبين نفسيا بعد الخروج من 4 هزائم متتالية قاريا ومحليا. حصل مجلس إدارة اتحاد الكرة على موافقة شفهية من جانب الجهات الأمنية على حضور بعض الجماهير قمة الأهلي والزمالك، ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في 26 من أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز. تقرر حضور 1000 مشجع في المباراة مناصفة بين الأهلي والزمالك على أن تكون هناك عدة ضوابط لحضورهم اللقاء المرتقب. يعد لقاء القطبين مجرد تحصيل حاصل في ظل حسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الممتاز قبل نهايتها ب6 جولات. استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريد على فتح باب القيد أمام الأندية بالدوري الممتاز للموسم الجديد في الأول من مايو أو يوليو المقبل ولمدة شهر تقريبا، على أن يتم تقديمها أسبوع حال تأكيد موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموعد المحدد سلفا. وفقا لمصدر مطلع فإن لجنة شؤون اللاعبين تنتظر موافقة هاني أبو ريدة ومجلس الجبلية على مواعيد فتح باب القيد للموسم الجديد أمام كافة المسابقات والأعمار السنية خلال الاجتماع المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة عن موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، وذلك في اليوم 3 أغسطس المقبل. كشف محمد مجد المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة عن استمرار طلعت يوسف على رأس المسؤولية الفنية للفريق خلال الموسم القادم. أضاف مجد عن عقد جلسة خلال أيام بين طلعت يوسف ورئيس النادي لمناقشة خطة الإعداد للموسم القادم والصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين. وفي سياق متصل أوضح المشرف العام على الكرة
بالمقصة أن النادي الفيومي سيخوض مبارياته في الموسم المقبل على ملعبه بعد الانتهاء من تجديده، متمنيا أن يوافق الأمن على إقامة المباريات ضد الأهلي والزمالك عليه أيضا، خاصة وأنه مطابق لكل الأشروط أو الشروط. تلقت إدارة النادي المصري برقية تهنئة من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وذلك بمناسبة تأهل الفريق البورسعيدي لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها 15 إثر تغلبه على مونانا الجابوني في لقاء العودة الذي أقيم باستاد المصري بهدفين لهدف، ليصعد أبناء بورسعيد في فوزهم بعده بمجموعة بورتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. اعترف نجم وهداف ليفربول الأول الدولي المصري محمد صلاح برغبته في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري، مشيدا بتعاون زملائه في الريدز معه من أجل نيل شرف التتويج بها، ومشددا كذلك على أنه يهدف إلى تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأول مع الفريق. وعن أرقامه القياسية كشف هداف البريمير ليج في تصريحات لشبكة سكاي سبورت قبل مباراة فريقه أمام ويست بروميتش والمقارنة لها بعد غد، أنه يهدف لتحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي بأن يسجل في المباريات الأربع المقبلة. مع أخبار فخر العرب، محمد صلاح نبقى دوما، حيث أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بظاهرة أنفيلد هذا العام. النجم المصري محمد صلاح متصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز. كلوب تحدث عن تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو عن روح الفريق التي يتمتع بها ليفربول وعلاقة صلاح بزملائه الذين يتعاملون بصورة رائعة معه. تحدث أيضا كلوب عن المستقبل الذي ينتظر فريقه، مؤكدا على أنه مبشر بسبب معدل الأعمار السنية في الريدز والروح التي يتمتع بها والتي تتجسد في احتفال فخر العرب محمد صلاح بأهدافه. حصل عبد الله السعيد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه كوبيون بالسورا كوبس أمام غريمه التقليدي روبس بالسورا التي خسرها كوبس بهدف قاتل ضمن مباريات المرحلة الثالثة للدوري الفنلندي الممتاز. شارك عبد الله السعيد في التشكيلة الأساسية لفريقه كوبس وشارك في اللقاء كاملا، لكنه لم ينجح في مساعدة فريقه في تفادي الهزيمة ونال جائزة أفضل لاعب وتسلمها في الملعب عقب نهاية المباراة مباشرة. تعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لفريقه كوبس بمشاركة عبد الله السعيد الذي خسر المباراة السابقة في ظهوره الأول أمام ألفيس بهدفين لهدف. Tästä keskiviikkoillan viettoon, minne itse kukin lähtee, niin pelaajan haastattelut meillä nimittäin on luvassa vielä. Antti Okkonen ja palloseurasta Euroniissillä Kupsin rivistosta. حقق ملبورن فيكتوري الأسترالي انتصارا شرفيا من آخر مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على ضيفه تشانغهاي الصيني بهدفين لهدف، ورفع ملبورن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث. قد خرج من دور المجموعات رفقة كاساوكي الياباني الذي رفع رصيده إلى المركز الرابع إلى 3 نقاط بعد تعادله مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لكل منهما. فاز تشانغهاي بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفرق نقطتين أمام أولسان الذي صعد برفقته إلى الدور 16.
أقيمت بطولة مصارعة السومو لمهرجان الربيع لهذا العام أمام ضريح الحروب المثير للجدل في طوكيو وسط العديد من الفضائح التي تتداول حول الرياضة الوطنية في البلاد. التفاصيل في التقرير التالي. كان الضحك والشمس والتفاؤل هو الترتيب اليومي لبطولة مصارعة السومو لمهرجان الربيع الذي أقيم في ضريح الحروب المثير للجدل في طوكيو وسط فضائح حول رياضة اليابان الوطنية. وعلى الرغم من تعرض مصارعة السومو لانتقادات شديدة بسبب مجموعة من الفضائح والتي كان آخرها طلب من الممرضات مغادرة حلقة السومو أثناء معالجتهن لمسؤول محلي بعد ضربه ضربا مبرحا، إلا أن شعبية الرياضة في البلاد لم تتأثر بشكل كبير. كما شددت جمعية السومو اليابانية على سماح الفتيات الصغيرات بالانضمام إلى المصارعات في الحلبة. بدأ الاحتفال باصطفاف مصارعي السومو خلال طقوس بداية بطولة السومو السنوية المخصصة لمعبد ياسوكني، وهم يقومون بإحناء رؤوسهم إجلالا وإكبارا لضريح ياسوكني. ثم بدأت المصارعة التي لاقت قبولا جماهيريا كبيرا. على الرغم من أن السومو هو طقس تقليدي ومقدس، إلا أنني أعتقد أن الممرضات اللائي يدخلن حلقة سومو لمساعدة شخص منهار كان أمرا إنسانيا وصحيحا ينبغي القيام به. يمكن إرجاع تاريخ السومو إلى أكثر من هذه الجولة ما زالت متواصلة معكم، يأتيكم فيها بعد فاصل قصير. في صدمة لعشاك التانجو، أجويرو مهدد بالغياب عن كأس العالم في روسيا.